دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه مستمره الموجه شديده الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء. في كمان نشاط رياح على بعض المناطق، قد تكون مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان احنا بقالنا كذا يوم في موجه شديده الحراره. بالفعل احنا في موجه شديده الحراره، يمكن الهيئه كانت اعلنت من قبل على بدايه دخولنا في هذه الموجه شديده الحراره، بدات بارتفاع تدريجي يوم الخميس الماضي. سجلنا بالامس اعلى درجه حراره او ذروه هذه الموجه وصلت معها العظمى على القاهره 41 درجه مئويه، وصلت ما بين 44 ل 45 على محافظات جنوب الصعيد، ودي بالفعل تعتبر اعلى درجه حراره سجلناها خلال هذه الموجه. اليوم ايضا مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره ومستمره معانا هذه الموجه شديده الحراره، لكن زي ما اشرنا بالامس كانت الذروه، وبالتالي من النهارده اليوم الخميس متوقع درجات حراره على القاهره ما بين 38 ل 39 درجه مئويه، لان الخرائط عندنا بتشير ان الموجه دي مستمره معانا ان شاء الله حتى يوم الخميس القادم بطقس شديد الحراره على اغلب الانحاء خلال ساعات النهار. بالتأكيد زي ما قلنا قبل كده درجات الحرارة خلال ساعات النهار بتأثر على درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل، وبالتالي خلال ساعات الليل بنبدأ نلاقي طقس مائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، والقاهرة حتى خلال ساعات الليل بتسجل درجات حرارة صغرى ما بين 26 ل 27 درجة مئوية. أيضا في ظل هذه الموجة شديدة الحرارة بنبدأ نتأثر بنشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، بيكون على مناطق متفرقة من الجمهورية على مدار اليوم كله، بيكون على فترات متقطعة. هل الرياح دي هتكون مثيرة للرمال والأتربة ولا هتكون مجرد شوائب عالقة؟ هي فقط الرياح هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء تحديدا. أحيانا نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة بيمتد على هيئة أتربة خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد. بالأمس كان في فرصة من الأمطار دي إن الأتربة دي تمتد لمناطق من القاهرة، لكن اليوم بتنحصر فرط الرمال والأتربة المثارة فقط على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، سرعته مش بتتجاوز ال 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، لكن بتصل إلى حوالي 40 كيلومتر على الساعة على جنوب سيناء. كمان بيستمر معانا استقرار حركة الملاحة البحرية على البحرين سواء الأحمر أو المتوسط، وارتفاعات الأمواج عليهم لا تتجاوز ال 2 متر على كل حال. دايما بنقول ان السبب في ارتفاع درجه الحراره الفتره دي او هذه الموجه الطويله تاثرنا بكتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه درجات حرارتها مرتفعه بشكل كبير، ده بيكون بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا هو بيخلينا نشعر بحراره الجو في درجات الحراره على طول طبقات الهواء المحيطه بينا، وبيؤدي ايضا لعدم تشكل السحب، يعني كتل قادمة من مناطق شديدة الحرارة مع أجواء مشمسة أغلب ساعات النهار، كل ده بيؤدي إلى هذا الارتفاع في درجات طبعا. الحرارة. طب بالنسبة لنسبة الرطوبة يا دكتور؟ نسبة الرطوبة خلال الفترة دي على كل حال بتكون قليلة جدا، يعني لو اتكلمنا عن نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف بتكون أقل نسبة رطوبة في اليوم تقريبا حوالي 50%، دي أقل نسبة بنسجلها على مدار اليوم في فصل الصيف، دي بتكون عالية جدا بالفعل. لكن في فصل الربيع وفي التوقيت اللي احنا فيه وتزامنا مع الموجه شديده الحراره دي دلوقتي نسب الرطوبه منخفضه جدا جدا، وده بيكون بالفعل عامل اساسي بيخلينا لو القاهره سجلت بالامس 41 درجه مئويه بتكون بالفعل المحسوسه معاها 41 درجه مئويه او قريبه من ال 41 درجه، لكن مش اعلى من كده. طيب برضو في ظاهرة الجوية اللي بتكون منتشرة في هذه الأيام هي الشبورة المائية، مدى كثافتها خلال هذه الأيام؟ الشبورة المائية خلال الفترة دي وتحديدا خلال الموجة شديدة الحرارة اللي بتكون قادمة من مناطق صحراوية
بتكون فرص الشبوره ضعيفه جدا جدا، ما فيش اي فرص شبوره الفتره دي، وبرده ده سبب من اسبابها هو مساله ان الرطوبه الموجوده في الجو قليله جدا بشكل كبير، وبالتالي ما فيش اي فرص لتكون الشبوره المائيه خلال الفتره الحاليه. لو اتكلمنا عن موعد انكسار الموجة دي، الخرائط عندنا بتشير انه من يوم الجمعة القادم ان شاء الله، إن شاء الله. بيظهر بداية تغير في مصادر الكتل اللي بتأثر علينا تحديدا على شمال الجمهورية، وبالتالي ان شاء الله من يوم الجمعة بنتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعدل من 3 الى 4 درجات بيكون على شمال الجمهورية. يعني يوم الجمعة إن شاء الله السواحل الشمالية هتبدأ تسجل أقل من 30 درجة مئوية، تبدأ تسجل من 28 ل 29، بيليها مباشرة محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى اللي هتبدأ تسجل في حدود ال 35 درجة مئوية، بعد ما هتكون بتسجل الفترة دي ما بين ال 38 إلى 39 درجة مئوية. الانخفاض ده قد يمتد أيضا بشكل طفيف يوم السبت لبعض محافظات الصعيد، لكن محافظات جنوب الصعيد هتظل تحت تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة. طيب يعني احنا كده ان شاء الله من يوم الجمعة هتبدأ مرة تانية تعود درجات الحرارة في الانخفاض حتى لو قليلا، لكن مش هتبقى بصورة الموجة شديدة الحرارة اللي احنا بنعاني منها الفترة دي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها المعتاد من القاهرة والعظمى 38، الصغرى 27، العاصمة الإدارية 39، 28، اسكندرية 32، 23، العالمين الجديدة 32، 23، مطروح 33، 24، دمياط 30، 22، بورسعيد 31، 23، إسماعيلية 39، 26، السويس 39، 26، العريش 29، 20، كاترين 32، 14، طابا 35، 25، حلايب 35، 25، شلاتين 37، 27، شرم الشيخ 40، 27، الغردقة 40، 27، الفيوم 40، 24، بني سويف 41، 25، الوادي الجديد 44، 30، أسيوط 42، 25، سوهاج 43، 27، قناة 44، 28، الأقصر 44، 28، وأخيرا أسوان 45. في الموجة الحارة حتى يوم الخميس، لكن من يوم الجمعة إن شاء الله هتعاود درجات الحرارة في الانكسار وانخفاضها بنسبة تروح من 5 لـ 6 درجات، وهنرجع مرة تانية الأجواء هتكون معتدلة. بس نخلي بالنا في ساعات النهار والساعات الأولى من الصباح والذروة الصباحية وأشعة الشمس عدم التعرض ليها بشكل مباشر لكبار السن والأطفال.